نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم كنبغي نشكر الناس اللي كيدخلوا عندي وكيتابوناو عندي وكذلك كيشجعوني وكيتواصلوا معايا في الخاص. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، انا كنشكركم. واليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو زوين بزاف. اكيد راكي عرفتوني انني خارجه، انا دابا في الطوموبيل غادي عند واحد الصديقه ديالي كانت دائما كتشجعني انني ندير قناه في اليوتيوب، وصراحه كنت انا متردده في الاول. وبهذه المناسبه مني انا درت قناه قالت لي غادي هذه المناسبه تستاهلي لها واحد احتفال زوين. كنبغي نشكرها من هذا المنبر بزاف بزاف. واحد الصديقه اللي هي انا كنعتبرها الاخت ديالي، دائما معايا وقت ما احتاجيتها وقت ما بغيتها كنلقاها واقفه جنبي ومعايا. كنبغي نشكرك بزاف بزاف. ودابا انا غادي نمشي عندها وغادي نديكم معايا، قالت لي ماشي مشكل نشاركوا مع الناس الاحتفال اللي غادي دير ليا وغادي نديكم معايا ان شاء الله. يلا
جينا دابا بعد ما سالينا جينا دابا للدار وليداتي يلا نعسو نكمل معكم دابا لا فيديو. كنبغي نشكر الصديقه ديالي اللي في المثابه ديال الاخت ديالي، شكرا لك بزاف 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 قد ما شكرتك ما غنوفيش على المعامله اللي كتعاملي معايا، معامله جيده واخلاق طيبه. كنبغي نشكرك بزاف بزاف، وصراحة الصداقة فهي شي حاجة زوينة. الصداقة ملي كتكون مبنية على واحد طيبة وكلمة زوينة ومعاملة حسنة فهي كتكون صداقة زوينة بزاف بزاف. كنبغي نشكرك ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم وهادشي اللي كاين مع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.